لما كانت الليلة التي قبض فيها مولانا الإمام العسكري سلام الله عليه وقد سقوه سما ناجعا وقد اشتد به المرض يغشى عليه ساعة بعد ساعة علموا أنه قد قرب به الموت فتفرق الناس عنه وإذا بالإمام العسكري سلام الله عليه نادى خادمه قال له اغللي ماء بمصطك وهو شراب فيه دواء وأغلى له ثم جاءت به صقيل الجارية وهي أم الخلف فلما صار القدح في يديه وهم الإمام بشربه جعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الإمام الحسن العسكري فتركه من يده وقال لخادمه ادخل البيت فإنك ترى صبيا ساجدا فأتني به قال عقيد الخادم فلما دخلت أتحرم وإذا أنا بصبي ساجد رافع سبابتيه نحو السماء فسلمت عليه فأوجز في صلاته فقلت يا سيدي إن مولاي العسكري يأمرك بالخروج إليه إذ جاءت أمه ثقيل فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه فلما مثل الصبي بين يديه سلم عليه وهو دري اللون وفي شعره قطط مفلج الأسنان فلما رآه الإمام الحسن العسكري بكى وقال له يا سيد أهل بيته أسقني الماء فإني ذاهب إلى ربي فأخذ الصبي القداح بيده وحرك شفتيه بيده الأخرى ثم سقاه فلما شربه قال الإمام العسكري هيئوني للصلاة فطرح في حجره منديلا فوضأه الصبي واحدة بعد واحدة ومسح على رأسه وقدميه فقال له أبو محمد أبشر يا بني فأنت صاحب الزمان وأنت المهدي وأنت حجة الله في أرضي وأنت ولدي ووصي وأنا ولدتك وأنت الحجة ابن الحسين ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب
ولدك رسول الله وأنت خاتم الأئمة الطاغرين صلى الله عليهم أجمعين. هاجركم الله ثم عرق جبين الإمام وسكن أنينه. هذا وولده الإمام المهدي في حجره ثم اضطجع الإمام على فراشه ومدد الإمام رجليه وأسبل الإمام يديه وفاضت روحه الطاهرة. وإذا بالمنادي ينادي وإمامه والسيدة سيدي يا صاحب الزمان لك العزاء بأبيك الإمام العسكري.